مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية، أسعد الله أوقاتكم في كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو لارا من قناة العافية. طبعا مؤخرا كتير شفت بوستات كتير خاصة للجداد في موبيزي أو اللي عم بتعلموا على موبيزي جديد، بواجهوا مشكلة بأمان البيانات، وأنا كتير شرح عندي بالقناة. بس يا أخي لو تتفضل لو تتكرم تشوف الفيديوهات بالقناة، ولكن بعض الناس مش فاضي يدور او مش فاضي بحبش، فلذلك حبيت اعمل فيديو بالمختصر المفيد والمختصر الشديد، مع انه انا ما بحب يعني كيف بدي احكيها، ما بحب اعيد المعلومات او اعيد الفيديوهات عشان الناس ما تفكرني انه انا ابحث عن الربح، ابحث عن الاعلانات والحكي الفاضي هذا. ولكن انا والله من قهري ويعني ومن يعني قديش الناس عم بتعاني موضوع امان البيانات، فانا بدي اعطيكوا الزبده. يعني انت كيف تعمل امان البيانات؟ لا تعمل لي تصدير ملف سي اس في، ولا استيراد ملف من سي اس في، ولا هالحكي هذا الفاضي كله. انا بدي اعطيك الزبده اللي انا بتبعها بكل تطبيقاتي. طبعا من جديد عشان يكون موضوع الفيديو امان البيانات، ضافوا خانه هل تطبيقك معتمد حاليا من مختبر مفوض وفقا لعمل تقييم امان تطبيقات متوافق مع عزيز جوال ماسا. لما دخلنا على ماسا نشوف شو دينين هدول ماسا، لان موبايل ابليكيشن سكيورتي اسسمنت، انا بصراحة ما بعرفن، بس على ما اعتقد شركة معنية او معينيتها جوجل بحيث انه هي تكون مسؤولة عن موضوع امان البيانات او معتمدة اشي هيك، يعني تطبيق معتمد عندهم ما بعرف شو. فبصراحة أنا ما بعرف، بدي أحاول فيها وأشوف شو قصتها. ولكن أنت طبعا أنت مش لا مقدم على ماسا ولا بتعرف ماسا، ولا أنا ولا أنت ولا أي حدا فينا. فيا صديقي مباشرة ندخل بالموضوع أمان بيانات. شو بدك تعمل؟ أول شي بتروح على أول واحدة تحط نعم، بتروح على ثاني واحدة بتحط نعم، بتروح على ثالث واحدة بتحط نعم، بتروح على رابع واحدة اللي ضفوها جديد تقول له لا، انت تطبيق ما قدمته على ماسا، حط التالي. شوف يا عزيزي، دايما دايما لحتى انت تعرف وكل المستخدمين موبيزي يعرفوا، دايما دايما اختار الموقع الجغرافي التقريبي. دايما شو ما كان نوع تطبيقك، شغلتين بدي اياك تختارهم، شغلتين بدي اياك تختارهم. وهلأ بفرجيك ومع امان البيانات تطبيق سياسة الخصوصية عشان تربطه نفس شو عم بتحط بأمان البيانات. تمام، خلينا نبلش أول شي بأمان البيانات بجوجل بلاي مشان أفرجيك شو تحط بتطبيق سياسة الخصوصية مشان يتوافق مع أمان البيانات اللي بدك تحطه هون. دايما دايما سياسة الخصوصية لازم تتوافق مع أمان البيانات دايما. تمام، أول شغلة شغلتين بدك تفهمها في موبيزي، دايما الموقع الجغرافي حطوا عليه صح تقريبي، تنزل لتحت الجهاز والأرقام التعريفات الأخرى كمان بتحط عليه صح. تمام تمام، ننتقل إلى المعلومة الثانية اللي أنا شو بدي أحط بتطبيقي. طيب يا عزيزي بكل بساطة انت اسأل حالك سؤال واحد بس، انا تطبيقي شو هو؟ اسأل حالك سؤال، تطبيقي بيحكي عن الصحة واللياقة البدنية، بختار امان البيانات، بيحكي عن الصحة واللياقة البدنية. تطبيقي ببعت رسائل للمستخدمين، طبعا لا احنا ما عندنا هيك تطبيق، او فيه رسائل للمستخدمين اشي هيك لا. ملفات مستندات هاي بتختارها يا صديقي اذا انت عندك كل ملفات بي دي اف. انا عندي ملفات بي دي اف فبختار ملفات بي دي اف. فاذا يا صديقي احنا اتفقنا على شغلي مشان انت تعرف، لما بدك تعمل امان البيانات اسأل سؤال لنفسك، اقعد بين نفسك وحالك، ما تكون مستعجل، مشكلتنا احنا مستعجلين. انا تطبيقي عبارة عن شو؟ هل يحتوي على ملفات بي دي اف؟ بحط ملفات بي دي اف. احنا قلنا نختار اول واحدة اللي هي
الموقع الجغرافي وقلنا بنختار آخر وحدة، جهاز أو القوائم التعريفات الأخرى. شو هي هاي؟ ما لك ولا أنت، اعمل زي ما بقول لك. أنت مش بدك جوجل يوافق ما يعمل لك مشكلة أمان البيانات، اعمل زي ما بقول لك. طيب اتفقنا اتفقنا. تطبيقك عبارة عن شو؟ صور، فيه صور وفيديوهات. تطبيقك فيه صور وفيديوهات، تختار لي صور وفيديوهات، اضغط هيك. تطبيقي فيه صور، تطبيقي فيه فيديوهات. شوف، ونفس الاكشن او نفس الشغل اللي بتشتغله هون نفسه هو بتشتغله هون، نفسه هو بتشتغله هون. ما في داعي انا اشرح لك كل وحده شو تعمل، نفس اللي بتشتغله هون بتطبقه على كل اللي بتختاره هون. ركزت معي؟ فاذا نرجع للسؤال الاهم، تطبيقي عبارة، بتسأل نفسك سؤال، أنا تطبيقي عبارة عن شو؟ قلنا الموقع الجغرافي والجهاز والأرقام والتعريفات الأخرى، هدول لازم إجباري بكل تطبيقات موبيزي. تطبيق عبارة عن شو؟ صور وفيديوهات، صور مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، خلفيات إسلامية، خلفيات عيد الأضحى، خلفيات دينية، خلفيات اي شيء، صور حيوانات كذا، حط صور يا عزيزي. فيه فيديوهات، بتحط فيه فيديوهات. يعني انا مثلا عملت في التطبيق من فترة، حطيت فيه كود طبعا من HTML اسمه الانستغرام ريلز، حطيت فيديوهات، قلت له تطبيق فيه فيديوهات. فاحنا سؤال بتسأله نفسك، انا تطبيق عبارة عن شو؟ التقويم، ما فيه تقويم، احنا عندنا فيه تقويم شيء يا عزيزي؟ تطبيقنا لا. جهات الاتصال، ما عندنا جهات اتصال احنا. النشاط على التطبيق، ما بختاره انا، مع انه في ناس تختاره بس انا ما بختار. تصفح الويب، احنا مش تطبيقنا مش ويب، انساليه. معلومات التطبيق وادائه مش مهمه، انساليه. فاذا اهم شيء دائما بتطبيقات موبيزي مشان ترتاح، تركز لي على طبعا المعلومات المالية، من علاقة فيها هاي للناس اللي عندهم كريبتي ابليكيشنز والامور هاي، الصحة واللياقة البدنية. انت تطبيقك بيحكي عن الصحة، بيحكي عن الجيم، بيحكي عن شو بدي احكي لك، اكسرسايزز على التمارين، لا الرسائل من علاقة فيها. فاذا انت بده يكون تركيزك هون الصور الفيديوهات، الملفات الصوتية، الملفات والمستندات للبي دي اف، تمام. وهي بس اعمل وحدي كلهم بتعملهم نفس الشيء. طيب انا دخل، انا بدي اعمل قدامك الموقع الجغرافي وكلهم بتعملهم نفس الشيء. خلينا نروح على الموقع الجغرافي. هاي الموقع الجغرافي، بقول له التالي. طيب انا اخترت الموقع الجغرافي، بقول له، بقول لي لم يتم البدء، بقول له نيكست. دائما اختار بيانات يتم جمعها، نضغط عليها. طيب ركز معي، نختار اول وحده، تمام، نختار نعم تحت المزيد من المعلومات عشان تكون عارف، نختار نعم، نختار منفش وحده، بنختار جميع البيانات المطلوب، تمام. انا هاي البيانات ليش بدي اياها؟ مشان ما عجقك، اختار لي 1 2 3 4 5. نرجع من عيد، تختار بيانات يتم جمعها، نعم هذه البيانات مجمعة يتم معالجة بشكل مؤقت تحت مزيد المعلومات، جمع البيانات مطلوب، تمام. تختار لي 1 2 3 4 5 وكان الله يحب المحسنين، تعمل حفظ، خلصناها. نفس الشيء الحركة اللي عملناها هون نعملها هون، نفس الشيء، بيانات يتم جمعها، نعم هذه البيانات مجمعة، جميع البيانات مطلوبة، 1 2 3 4
خمسة، يعني من وظائف التطبيق يا عزيزي. خليني أكبركم شوي الخط. من وظائف التطبيق ننزل عند منع الاحتيال وأمان الامتثال، وكان الله يحب المحسنين يا عزيزي. خلصنا، نيجي هلأ نشو اخترنا، ننزل تحت نرجع على محتوى التطبيق، مغادرة مش مشكلة. أمان البيانات، التالي بقول له نعم، لا، التالي. قلنا دائما تطبيقات موبيز الموقع الجغرافي، بتنزل لتحت آخر وحدي بتختار لي الجهات والمعرفات، بعدين بتشوف تطبيقك عبارة عن شو. تمام، نفس اللي عملناها هلأ بالموقع الجغرافي بتعمل لي اياها اي شي بتختاره هون. طبعا صور، فيديوهات، ملفات صوتية، ملفات مستندات. فاحنا اللي بهمنا من ميزة ملفات مستندات، ملفات صوتية، الصور والفيديوهات، هدول اكتر شي الناس بتعمل عليها تطبيقات. النشاط على التطبيق انا ما بحطها، والحمد لله اموري تمام، معلومات التطبيق واداءه كمان ما بحطها، فاموري تمام. هلا انت حطيت هدول، ولكن انت بدك تعمل سياسة الخصوصية نفس اللي حطيتها بأمان البيانات. خلينا افتحك تطبيق سياسة الخصوصية وافرجيك شو تحطه بسرعة. هذا تطبيق سياسة الخصوصية اصدقائي اللي انا دايما بقولكم عنه، اللي هو يتوافق مع أمان البيانات. طبعا انا مش هحكي بالتفاصيل، ابليكيشن نيم واسم التطبيق، ايميلك، نوع التطبيق، اندرويد، كذا، ما بهمناش. اللي بهمنا احنا نعمل سياسة الخصوصية زي أمان البيانات. تختار others، تمام، what information will be collected from user، تختار لي others. تمام، هلا احنا هناك شو ضفنا بأمان البيانات؟ ضفنا قلنا لكم الموقع الجغرافي، وشو الجهاز او الارقام والتعريفات الاخرى، دول لازم كل تطبيقات موبيزي. نيجي على سياسة خصوصية، location، ننزل لتحت، والمعرفات والجهاز الاخرى اخر وحدي. هلا الباقي زي ما حكيت لكم، انت تطبيقك صور وفيديوهات، بقول له فيديوهات وصور. انت تطبيقك صوتيات او مشغلات صوت، بقول له فايل اوديو فايلز. انت تطبيقك مستندات بي دي اف وكذا وهيك، بقول له فايلز اند دوكيومنت. تمام، هاي اهم شي بيان بيانات. انت حاط سكانر اسكان بتطبيقك او باركود، بتقول له في كاميرا باخده صورة من التليفون. هدول اهم شي يا عزيزي. نيجي هلأ هون نختار ادموب، انا حاط اعلانات ادموب، حاط جوجل بلاي سيرفيس، شو كمان بدك تحط؟ فايبر بيس حطها عادي جدا. تنزل تحت، اذا انت عندك اعلانات يونيتي بتحط صح على اليونيتي، انت عندك ون سيجنال بتحط ون سيجنال، وبتعمل جنريت برايفسي لينك. هيك صار عندك انت سياسة خصوصية اللي هي هاي المطلوبة معنا. حط هيك، عفوا، اللي هي سياسة خصوصية. بعد ما تعمله من هذا التطبيق بتيجي هون وبتحط الرابط تبع سياسة الخصوصية، وانت وانت تعمل امان بيانات، فالاثنين بكونوا مطابقين والامور تمام عندك يا صديقي. هاي بشكل مختصر امان البيانات للناس الجداد. انا برجع بكرر، انا عملت هذا الفيديو للناس الجداد اللي بعدهم بواجهوا مشكلة بامان البيانات. قلت لك تختار موقع التقريبي، تختار الجهاز والمعرفات، بعدين بتشوف شو نوع تطبيقك، بناء عليه بتحط امان البيانات وتتبع نفس خطوات الفيديو شو تحط يا صديقي. هيك انا شرحت لك كامل متكامل، ما عندكم حجة هلا اصدقائي، صار فيكو تعملوا امان البيانات وانت مطمن البال يا عزيزي. بس حبيت اشرح بشكل
مختصر، ومع انه انا شارحه قبل ولكن عدته مشان الناس اللي عم تواجه مشكله، ومشان ضافوا شغله صغيره بامان البيانات اللي هي تعيد ماسا، قلت لازم كمان احكي عنها بشكل مختصر شو هي هاي ماسا. بس حبينا نشرح بشكل عام امان البيانات. شكرا لمتابعتكم الفيديو اصدقائي، وعذرا عن الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.